بسم الله الرحمن الرحيم. كنحضروا اليوم فواحد النشاط اللي كتنظمو جمعيه انا وانت متعلق بالتعرف على واحد مجموعه اللوحات فنيه من اجل تعريف مظاهر التدخين. فبهذه المناسبه انا كنحيي الدكتوره فاطمه حسين وكامل الطاقم الجمعي ديالها على هذا الحرص اللي كتبذلوا في تعريف المخاطر ديال هذه الظاهره السيئه اللي كتاثر على الابناء ديالنا. كما احيي كل الطلبه كل التلاميذ اللي اشتغلوا على هذا على هذا على هذا انتاج هذه اللوحات هذه الفنيه والاطر الاداريه المشرفه عليها. اليوم وقفنا عند واحد مجموعه اللوحات اللي كتمثل في كلها في نهايه المطاف مدار ديال التدخين. وبهذه المناسبه هذه ما يمكن لنا الا نتمنوا هذه المجهودات هذه ونشجعوا عليها وندعو جميع الفاعلين في المجتمع المدني يهتموا بها، لان الاهتمام بالصحه ديال الشباب هو اهتمام بالانسان ديال الغد، هو اهتمام بالمواطن ديال الغد، هو اهتمام برجل الغد. فما يمكنش تكون تنميه ناجحه، ما يمكنش مواطن مزدهر مرتقي اذا ما كانوش الابناء ديالو كيتمتعوا بصحه جيده. ما يمكنش اليوم نديروا تنميه وغدا نجيو نلقاو المستجد التنميه ما نلقاوش كاين، لان التدخين مضر بالصحه، مضر مضر مضر، ما يحتاجش نهضروا عليه اليوم. فاحنا لما كنديروا التنميه كنديروا من اجل الانسان، كنديروا من اجل الانسان، واول تنميه خصنا نهتموا بها هي التنميه ديال هذا الانسان. فبهذا المنطلق انا كنحيي جميع الجهود المبذوله في اتجاه تعريف مدار ديال هذه الافه الخطيره. ومن هذه المناسبه ادعو جميع المدخنين انهم يعاودوا النظر في هذا السلوك. وكنقول لهم انطلاقا من الصور اللي شفنا، من انطلاق الحدث اللي شفنا، ممكن ماشي غير ممكن، ممكن تبعدوا على هذه الآفة هذه. يكفي أمر بسيط أن تقرروا، لا يكفي كل أمر إلا أن تقرروا وستمكنوا من الإقلاع عن هذه الظاهرة السيئة. احنا كجهة فاس مكناس مستعدون في إطار الدعم السنوي اللي كنقدموه للجمعيات والمجتمع المدني أننا ندعموه مثل هذه المبادرات هذه. فاحنا فاتحين المجال ديالنا لدعم هذه المبادرات، هذه التظاهرات، لن تلقى منا إلا الدعم. شكرا فاس نيوز.